تحددت المشكل بشكل رسمي، ولاول مره شفنا بيان رسمي من كم دقيقه من السي او لشركه كلاود سترايك، وحدد انه المشكل كان بالتحديث يلي صار من قبل شركه كلاود سترايك على البرنامج تبعهم. هلا هذا التحديث في له اذا بدك حل يدوي، وهن بالشركه عم يتواصلوا مع كل اذا بدك الشركات المعنيه بالموضوع، بس لانه عم نحكي شركات كثير كبيره وعم نحكي ملايين المستخدمين، سو الموضوع بياخذ شويه وقت، بس في اذا بدك حل يدوي لهذا الموضوع انه كل الاجهزه يلي منصابه بالتحديث او بالخلل اللي التحديث اللي صار لكراود سترايك عم يعملوا الستارت للكمبيوترات بالسيف مود، هذا الشيء موجود بعد ويندوز، وعم بيعملوا ديليت للفايلات اللي هي انعمل لها تحديث، مجرد ما ينعمل هذا الشيء عم بيرجع بيمشي الحال. بس المشكله الرئيسيه انه بس تحكي عن شركات عندها الاف الكمبيوترات وبدك تفوت على كل كمبيوتر لحاله تعمل هذا التحديث، فالبروسس بياخذ وقت. فالشركات اللي راحت بهذا الحل اليدوي للموضوع هلا رجعت قدرت تشتغل بشكل طبيعي. طيب من الاطراف وايضا الجهات الاخرى التي ستعمل على احتواء هذا الخلل؟ يعني هل ستكون شركه كلاود سترايك فقط وحدها هي التي ستتدخل، ام ايضا فقط شركه مايكروسوفت؟ اوكي تنوضح بس شو الموضوع. يعني بالنسبه لشركه كلاود سترايك يعني تحدثت عن انها يعني ماضيه في الحل وحددت المشكله ويجري تصحيحها ايضا 100%. بس انا الشغله بيس على البيان اللي طلعه السي او تبع كلاود سترايك، حدد انه المشكله اللي صارت بويندوز هي بسبب مشكله من كلاود سترايك، واجا قال انه نحن المشكله اللي صار بس باجهزه ويندوز، العالم اللي عندها ماك او لينكس هيدي ما تاثرت. سو المشكله اللي صار بويندوز هو بسبب كلاود سترايك، مش بسبب انه مايكروسوفت اوريدي هي صار عندها المشكله. سو هيدي اذا بدك اول نقطه. النقطه الثانيه ما ننسى الشغله انه هيدي الشركه هلا مجنده كل العناصر تبعولها تتحتوي هذا المشكله، بس برجع بقول لما انت بدك توصلي مع عالم عم تحكي بين جهات حكوميه بين شركات طيران بين عم تحكي كل شيء له علاقه بالبورصه والتداول بين مستشفيات وغيرها يلي كلهم عندهم المشكل، فتيقدر يكون عندهم قدره التواصل معهم بشكل مباشره ويقولوا لهم شو المفروض يحلوا تبلش يحلوا المشاكل تبعولهم، الموضوع عم بياخذ وقت. كمان هيك عم نشوف انه في قطاعات واشياء معينه بلشت تحل مشاكلها وتحل هذا الموضوع، في قطاعات بعدها مع العلم انه قال السي او تبع كلاود سترايك انه بس بعد نقطه اخيره قال انه نحن بندعي كل العالم انه هن ما ياخذوا اجراءات، في بعض الاي تي بالشركات جرب يحلوا الموضوع لحالهم.